بسم الله الرحمن الرحيم. علامات لتثبيت حفظ سورة طه إن شاء الله مختصرة وتنتهي بالألف المقصورة، وهذا يخدمك تعرفي تجد الكلمة المناسبة للمعنى اللي بتنتهي بألف. طه ليس اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو يكلم ربنا بيكلمه هنا، وأيضا هو يكلمه هنا، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأيضا يكلمه هنا. وهل أتاك حديث موسى؟ القرآن كله موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، فليس معنى أنه قال ما أنزلنا عليك أن هي دي متعلقة بطه أو طه اسم الرسول. هذا ليس اسم الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث معناه أنه له 5 أسماء، محمد وأحمد والحاشر والماحي يمحي الله به الذنوب، و العاقب يحشر الناس على عقبه. المهم، ما أنزلنا عليك القرآن، هنتكلم على القرآن دايما، اللي بيتكرر في أوائل الصفحة الأولى بيتكرر في آخر السورة أو أثناء السورة. يعني بنتكلم على القرآن، ومن اللي يشقى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشقى ان القرآن نزل عليه، بمعنى ان لا يسرع في الحفظ لما ينزل عليه الوحي. وهتأتينا آية بمثل هذا المعنى في آخر الصفحات، وهنشوف مين اللي يشقى بأنه بيبعد عن القرآن وعن الذكر، يعني يدخل فيه الذكر تذكرة لمن يخشى يخاف الله. يعني هنعلم على الخاء، نعلم على الخاء اللي وراها. تنزيلا ممن خلق القرآن ده، أنزلنا تنزيلا، أنزلنا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. شايفين بننتهي بألف مقصورة جميلة، سورة جميلة. الرحمن، عندنا في كل السور ثم استوى على العرش، هنا عشان نأتي بكلمة استوى في الآخر، بدأت الرحمن جميلة، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى اللي هو تحت التراب، يعني كل اللي ماتوا واندفنوا دول كلهم يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى، كل الملك لله سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الحاء الجيم الخاء، أحيانا هذا الترتيب بيخدم، يعني حاء جيم خاء، إنك تعرفي الآية اللي وراها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الحسنى تحت الرحمن. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يعني هو الرحمن، هو الله، هو له الأسماء الحسنى. وبعدين وجه الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام. السورة بتتكلم على موسى وقصته، وإن هو بعث لفرعون وطلب يأتي معه هارون أخوه كمساعد له، وبتصبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نار؟ في السور اللي مذكور فيها قصة مثل هذه تلاقي إذ ناداه ربه مثلا في النازعات، الآية 15، وتلاقيها نودية في سور أخرى. المهم، هي هنا رأى الراء قبل النون يعني عموما، فهي ما تنسي في سورة طه إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، أيضا امكثوا، عندنا في فقال لأهلهم كثوا هنا تشبهها قليلا سورة القصص، بس ما فيها فيه. طيب، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد بالقول، إن تجهر بالقول بقبس، القرآن هنا القاف ماشي معانا، وإن تجهر بالقول، وهننزل بقبس أو أجد على النار، عشان ننتهي هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، ربنا بيناديه سبحانه وتعالى، إني أنا ربك. دلوقتي إني نون واحدة،
فهنجيب ربك فيها الباء فيها نقطة. طيب في الصفحة اللي وراها هنلاقي إنني، يعني 2 نون، مش هيقول ربك بقى، هيقول الله. طيب ما نتلخبط إن شاء الله، لو قال إني يبقى هقول ربك، إني أنا ربك. طيب في الصفحة اللي وراها يقول إنني أنا، في الاتنين فيها أنا يعني، خلينا من أنا بس دلوقتي، خلينا في إني وربك أو إنني والله. طيب فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، هنربط طوى الطه بسورة طه، طوى في طه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. القصة سهلة يعني، والربط بينها ما هو محتاج علامات أصلا يعني. إنني هنا 2 نون، وهنا نقول الله. طيب يبقى إني أنا ربك أو إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فاعبدني، لما لا يوجد إله إلا هو يبقى هو نعبده. طب ما بنعبده، بنعبده إزاي؟ نقيم الصلاة لذكري، هنتكلم على الذكر ده كتير في هذه السورة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هنا في ذكري برضه، هيكلمه تاني هو وأخوه ويقول له في ذكري. طيب هو بيقول له وأقم الصلاة لذكري، هو تحت قال له ونذكرك كثيرا، ونذكرك كثيرا. المهم هو بيقول له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هنشوف تسعى يعني اللي عملته النفس، كل واحد عمل اللي عمله هيشوفه، بس انت هتشوفي في الآخر حية تسعى أيضا. ألقيها تلقاها فإذا هي حية تسعى. لا أدري هي في الصفحة دي. ليست هنا يمكن. طيب فلا يصدنك عنها، ايوه في هنا، هي حياة تسعى، حياة تسعى. طيب الحمد لله 20، وكمان هتيجي في الآية 66. أيوة من سحرهم أنها تسعى، التسعة. طيب فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تردى يعني تنزل في النار، لما في النار. وما تلك بيمينك يا موسى، ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى لوحده في مكان خالي مبارك، وخلق يعني عمل له التجربة كده حتى يطمئن موسى لما يروح يكلم فرعون، عشان كان فرعون الناس كلها بتخاف منه، يقتلهم ولا يبطش بيهم، ولا كان يعني ما بيرحم، ويقتل يقتل على طول. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. شايفين أخرى دي آخر كلمة في السطر تحت، ولقد مننا عليك مرة أخرى، مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها. فإذا، ما تلاقي إذا دي اسمها إذا الفجائية، يجي بعدها جملة اسمية، ألقاها فإذا هي حية تسعى. طيب تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يعني هو يضم إيده إلى جناحه كده، يعني عشان هو ما يخاف، يعني يبقى إيده على قلبه كده، بس في نفس الوقت لما يطلعها يخرجها تاني تخرج بيضاء، من تخرج بيضة زي الشمس كده، بس ليس عنده مرض. يعني في ناس عندها مرض الأبرص، اللهم عافينا وعف عنه، البرص يعني، بيبقى بياض بس ده مرض. لا هو تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ليس مرض. ها آية أخرى. طيب عندنا كلمة أخرى أيضا في الآية 55، تارة أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. دي آية ودي آية، لنريك من آياتنا الكبرى.
يعمل بيهم ايه دول الايات دي؟ اذهب الى فرعون انه طغى. هنا اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب الى فرعون انه طغى. يبقى في الاول قال اذهب الى فرعون انه طغى، هنا موسى لوحده فهيرد بقى لوحده. قال رب اشرح لي صدري، ده هيروح عند فرعون اللي بيقتل والناس كلها بتخاف منه ده. فقال اول حاجه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. عارفين ان موسى راح عاش في مدين 12 سنه تقريبا، فكانوا في مصر يتكلموا لغه الاقباط، فهو يعني مش بيتكلمها زي هارون كان عايش طول عمره في مصر. فبيقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه يعني يفهمه لما يتكلم، واجعل لي وزيرا من اهلي. كل دي طلبات طلبها من ربنا سبحانه وتعالى لما قال له اذهب الى فرعون انه طغى. عايز هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. كل الكلام ده سهل وما اقدر اجيب لك فيه علامات، هو ماشي كده لوحده. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، يعني فعلا اخوك هيكون معاك وزير وانتوا الاتنين تروحوا لفرعون ورسول مثلك ونبي وكل حاجه. ولقد مننا عليك مره اخرى، وربنا كان من عليك، ربنا بيذكره وبيعلمه ان هو بيعلم كل شيء. ولقد مننا عليك مرة اخرى، احنا قلنا اخرى هنا واخرى هنا، ايه بقى؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى. ربنا ما يوحي لام موسى يعني مش هيبعت لها جبريل وكده، يعني ممكن بالالهام، يعني ان اقذفيه في التابوت. اقذفي، لان كان فرعون بيقتل الاطفال لما قالوا، لما اللي بيشوفوا له المستقبل والغيب والحاجات دي كده، يقولوا له مثلا في ولد من بني اسرائيل هيكون نهايتك، نهايه ملكك على ايده. فبدا يقتل الاولاد من بني اسرائيل، فيعني ازاي هيقتل الاولاد ويسيب النساء كده؟ فقال طب خلاص هنقتلهم سنه ونسيبهم سنه، نقتلهم سنه ونسيبهم سنه. فهارون كان في السنه اللي يسيب فيهم الاطفال، كان اكبر من موسى بسنه والله اعلم، وموسى كان في السنه اللي بيقتل فيها الاطفال. فسبحان الله، وكان نهايه ملكه على ايده، بس هو ما قدرش يقتله. ده ربنا سبحانه وتعالى بيوري له يعني ان هو ما يقدر على حاجه. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم. هتحطه هي في تابوت، يعني صندوق صغير كده خشب يعوم في البحر، زي كأنه قارب بس مقفول عشان البيبي ما يتقلب ولا ما يعرفش يجدف ولا يعمل حاجة. يعني هو أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم، ارميه في البحر، فليلقيه اليم بالساحل. اليم هيوديه عند الساحل، يعني عند الشاطئ كده، يعني كل حاجة واخدة أوامر من ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيسير الكون. يأخذه عدو لي وعدو له، هو هيوصل لحد فرعون ولا يقدر يقتله، مكتوب له إن نهاية ملكه على إيديه، سبحان الله. وألقيت عليك محبة، كل اللي يشوف موسى يحبه، زي امرأة فرعون ومثل مثلا البنات اللي هم في مدين. يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وزوجه واحدة من بناته. المهم يعني كل يشوف موسى يحبه، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني كل شيء بيتم يعني على عين الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع و كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى يمشي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. القصة أنا باختصار وهي بالتفصيل في القصص، أدلكم على من يكفله، اقذفيه فاء يكفله فاء، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا. خلي بالنا، ولا تحزن وقتلت نفسا.
طبعا هو ما قتل النفس، كان حزنان. هنا الام بقى، ولا تحزن امك يعني، وقتلت نفسا، اربطيها كده، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. طيب هنا عندك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. هنا فلبثت سنين في اهل مدين، اللي هي 12 سنة اللي قالوا تؤجرني 8 حجج، فان اتممت 10 سنين، قصدي 10 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك. ثم جئت على قدر يا موسى، يعني ربنا مقدر له ان هو لما يرجع هيشوف النار. اذ رأى نارا وراح كلم ربنا، كلمه وبعثه، يعني كل ده متخطط ومتدبر ومقدر ان هو يحصل. واصطنعتك لنفسي، ربنا يعني خلق موسى وكبر على عينه، يعني كبر يعني عند رباه فرعون في العز في القصر ومش عارف ايه، واصطنعتك لنفسي، يعني من اجل هدف ربنا سبحانه وتعالى يكلفه به. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ذكري ذكري يعني ما تتأخروا ولا تتعطلوا ولا تتوانوا في، ولا تنيا يعني تتأخروش في ذكري. اذهب انت واخوك، والوراها اذهب الى فرعون انه طغى، انه طغى الى فرعون انه طغى. طيب قبل ما يرد او يرده، فربنا بيقول لهم يروح يقولوا له ايه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. كان في ايه هنا؟ يخشى كانت في الصفحه الاولى، كانت في الصفحة الأولى في الآية، إلا تذكرة لمن يخشى. هنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يخاف ربنا يعني، يتقي الله. فرد هما الاثنين، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط، برضه هنربط الطه بيفرط علينا، أو يطغى، أو أن يطغى. تخيلوا ربنا هيقول لهم إيه يعني؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني ربنا سامع وشايف كل شيء، فما تخافوا يعني، ممكن في لحظة يدمر فرعون وكل اللي حواليه، يعني أنتوا ما تخافوا. فأتياه، روحوا له بس أنتوا، فأتياه، هنا اذهب اذهبا، فأتياه، روحوا عنده يعني. فقولا، بعد ما قال لهم فقولا له قولا لينا، هيقولوا له إيه بالظبط؟ فقولا إنا رسولا ربك. هنا طه حرفين، فكل حاجة ماشي معنا بالإيه؟ بالمثنى. اذهبا، قول، فقولا، هنا لا تخافا، معكما، هنا فأتياه، فقولا إنا رسولا، اتنين يعني، ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. بيقولوا له ربك هنا، إن رسول ربك، من ربك، علمي عليها ربك. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. بقيت كلامهم، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني مش يقولون ربنا هيعذبك إذا كفرت، لا، يعني بيعملوا، يعني الكلام بيكون إيه؟ غير مباشر. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طيب فكأنه ما قالولوش هو يعني، فهو بيقول إيه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ وعارف مين ربهم سبحانه الله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، نربط الطه في طه، أعطى كل شيء خلقه، يعني ممكن في صور تانية نقول خلق كل شيء، هنا أعطى، أجيب الطه منساش، كل شيء خلقه، اللام دي ساكنة، خلي بالنا اللام ساكنة، خلقه دي اسم، أعطى كل شيء خلقه، ف
ثم هدى، عشان ننتهي بالألف المقصورة. ها خلي بالكم، من اتبع الهدى هدى، يعني قريبة منها. قال فما بال القرون الأولى. شوف لما فرعون يعني هو أفحمه كده، ما قال له من ربكما؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو اللي بيخلق، خلق كل شيء وهدى كل شيء لما خلق له. يعني أنت ولا حاجة، أنت مش إله. فدلوقتي هو بيتكلموا في حاجة ملهاش يعني معنى. فما بال القرون الأولى، يعني والناس اللي ماتوا. طب إيه دخل ده في اللي هو بيقول لك أعبد ربنا؟ إيه دخله يعني؟ فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلي بالكوا، ربي فيها ياء لما تكون ليست للنداء، لما تكون للنداء بتبقى بدون ياء. هنا بيكلمه وهو كلام عادي، مش بينادي ربنا ولا بيدعو ربنا. ولا ينسى، مش عشان ربنا بيكتبها في كتاب يبقى ممكن يضل، يعني يضل هنا بمعنى يجهل. ولا ينسى، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيكتبها في كتاب لهذا السبب. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، بس عشان هو كل اللي في الكتاب، اوكي، كل اللي في الكتاب يعني يوم القيامة ينشر الكتاب ويتضح ان كل اللي ربنا كتبه في الكتاب من 50,000 سنة قبل ما يخلق السماوات والارض هو اللي حصل وهو اللي تم، وكل شيء اراده الله سبحانه وتعالى هو اللي الكون ماشي عليه. الذي جعل لكم الارض مهدا، كمان لسه بيوصف له ربنا يعني هو مين ربنا بقى. هو بالنسبه للقرون قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولا اراجع اكمله برضه ربنا هو مين. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. فعندك في سوره الزخرف مهدا وجعل، في الزخرف تلاقي جعل كتير قوي. هنا وسلك، هنمشي مع السين في الصفحة دي. اولا هنا لا ينسى، وبعدين وسلك، خلي بالك منها دي مهمة. بعدين وانزل من السماء، وسلك لكم فيها سبل، هو اللي عمل لكم الارض يعني مهادا، يعني مستوية تمشوا عليها وفيها طرق تمشوا فيها. وانزل من السماء ماء فاخرجنا، مش هو بقى، مش موسى اللي اخرج بقى، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. هنا الآية دي بتتكرر حتة الحتة دي، الجزء ده هيتكرر تاني في الآية 128 وهناك. ولولا الواو بعد الميم، هنها منها خلقناكم، هو بيتكلم على الارض، منها خلقناكم يعني من التراب، يعني من تراب الارض ربنا خلق بني ادم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. طبعا لما نموت هننزل في القبر في الارض صح، ومنها نخرجكم تارة اخرى. يبقى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هتلاقي خ خ خ. طيب وهنا فاخرج، نحن نربطهم كده. طيب ولقد اريناه، خلاص قال له كل القصص دي، وبعدين جاب له كمان الايات. ولقد اريناه اياتنا كلها. طب ليه اياتنا بالكسره وكلها بالفتحه؟ عشان اريناه، الهاء هنا مفعول اول، مفعول به اول ليرى. اياتنا مفعول به تاني منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث سالم. كلها صفه للايات، فلانه مفعول به منصوب فهي منصوبه، اما ديت منصوبه بالكسر لانها جمع مؤنث سالم، هذه ليست جمع مؤنث سالم. طيب فكذب وايه، نقول وعصى ولا نقول وابى؟ هتلاقي وعصى هناك في النزعات، العين بعد الهمزه صح، هنا عندنا الهمزه. وابى، قال اجئتنا لتخرجنا. بص اما كل ما يتزنق يقول حاجه يعني ملهاش معنى، انت جاي تطلعنا من ارضنا بالسحر بتاعك، طب احنا هنجيب لك سحر. ولا جايب سحر ولا حاجه. قال اجئتنا لتخرجنا، خلي بالنا فاخرجنا، لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا، يعني هو بيقول لموسى يختار هو الموعد، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه
نحن الخاء ماشية في الصفحة دي ما شاء الله. نحن ولا أنت مكانا سوى، سوى سين مضمومة، ها سوى ادي السين سحرك كده كده. قال موعدكم يوم الزينة، كان عندهم عيد يعني يوم الزينة، ما يبقى الناس كتير قوي ويشوفوا موسى وهو بينتصر والحق بينتصر، يسجدوا لله كلهم ويؤمنوا بالله ويشوفوا فرعون وهو بيتهزم، عشان كده حب ينتقم من السحرة اللي هو جابهم، اللي هو جابهم جايين يساعدوه. لا نخلفه الخاء، نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. أن بتنصب، يحشر الناس ضحى. طيب فرعون بقى راح يجتهد، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. شفت كيدكم هنا، فأجمعوا كيدكم. هو جمع كيده وبيوصوهم السحرة إن هم يجمعوا كيدهم، يعني غزوهم على قد ما تقدر. فجمع كيده ثم أتى. لما جم بقى قال لهم موسى على طول، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فبقى يقولوا اه صح، يعني بقوا فيهم اتنازعوا، هم يعني بقوا فريق عايز يعمل فريق مش عايز يعمل. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، قعدوا يتوشوشوا. ده كلامه صح، ده نبي، ده يعني انا خايف انا مش عارف ايه. لا انت ما تخافش، انت تعالى. فالاخر قالوا لهم ايه، قالوا يعني بيحذروهم منهم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم. شفت اخرجنا كانت كم مره، اخرجكم تخرجنا من ارضنا بسحر، بتخرجنا ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، اتحدوا في الباطل وقد أفلح من استعلى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى إنك أنت الأعلى، وقد أفلح من استعلى، يعني طلب العلا. طيب قالوا يا موسى، طالما الموضوع كده بقى، السحرة بيسألوا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، عندنا في الأعراف، وإما أن نكون نحن الملقين هناك، لأن الأعراف ما فيهاش يعني مش زي دي، هنا عايزين نجيب ألقى عشان تنتهي بإيه، بالألف المكسورة. فأنت شوفي تخدمك إزاي، ألقى تعرف تقوليها كده تبقى سهل عليك إن شاء الله. قال بل ألقوا، الأعراف عشان مختصرة ما فيهاش بل، فيها ألقوا على طول. قال بل ألقوا، فإذا الفجائية أهي، حبالهم وعصيهم، يخيلوا ماشيين بالخاه لسه، إليه أن من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، هو خاف للناس إيه تفتكر إن ده الحق. فربنا طمنه، قلنا لا تخف، خيفة لا تخف، إنك أنت الأعلى. وألقي، يلا ألقي أنت دلوقتي، تلقي ألقوا ألقي وألقي ما فيه، شايفة ألقى ماشي معانا في كل آية. هاتي من أول هنا، أن تلقي ألقى، هنا وألقي، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة مباشرة، لما موسى ألقى عصاه وبلعت كل، لكن هي عصا يعني مش حية بصحيح، يعني فيها معدة وفيها فم وفيها كل حاجة، بس دي آية من معجزة من الله سبحانه وتعالى، بلعت كل العصيان اللي حطوها كلها. يعني كان جايبين كم عصاية مثلا، 50 عصاية، 100 عصاية، 300، 500، بلعت كل ده. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، هنا ثم أتى، دايما هتلاقي النهاية متكررة على الأقل مرة، على الأقل مرة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا. في كل السور رب موسى وهارون، هنا عايزين ننتهي بالألف المقصورة. شوفي خدماني ازاي الحتة دي، برب هارون وموسى،
عايزين دايما الآيات تنتهي موسى قدر المستطاع يعني. طيب، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم. هو شافهم فين أصلا عشان يعلمهم السحر؟ أنت اللي رحت جبتهم. هل أقطعن أيديكم؟ هو بقى ما يعني اتفضح بقى قدام الناس يعني. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هي دي الوحيدة في هذه السورة، مفيش زيها في السور التانية. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طبعا ربنا خير وأبقى. أنت هتعذبنا يعني في الدنيا، مفيش مشكلة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على اللي جاء ولا على الذي فطرنا، او كأنهم بيقسموا ممكن تمشي كده وتمشي كده، يعني مش هنفضلك على اللي جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، او مش هنفضلك على البينات وكأنهم بيقسموا والذي فطرنا. فاقضي ما انت قاض، انت يعني بس بتقضي هذه الحياة الدنيا، يعني هتعذبنا في الدنيا بس احنا في الآخرة ان شاء الله ربنا هيرحمنا ويغفر لنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من فطرنا. علمي الطه مع طه برضو. وما أكرهتنا عليه من السحر برضو خطايانا. والله خير وأبقى. طبعا إنه، فهنا بقى المقابلة بين المؤمن والكافر. إنه من يأتي ربه مجرما مثل فرعون كده فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. شايفين لازم نمشي في الآخر بكده. الآيات السياق بتاعها مش متكرر في السور التانية. ايه الدرجات العلى بقى؟ الدرجات بالضمة اهي، اللي هي جناته يعني، دي بدل من دي، او عطف بيان يعني بيشرح لك ايه هي الدرجات العلى. يا ترى جنات عدن، عشان كده هي نفس التشكيل. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. جت يعني انت قلتي جنات عدن تجري من تحتها الانهار، ما قلت لناش نعملوا بيها ايه. لازم تقولي خالدين فيها. وذلك جزاء من تزكى، تطهر يعني من الشرك. ولقد اوحينا الى موسى. دلوقتي خلاص السحرة اتعمل فيهم كده، وبني اسرائيل هيتقلب عليهم موسى، هيتقلب عليهم فرعون وبقى فربنا اوحى لموسى ياخد بني اسرائيل ويمشي. ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي. طب يمشي بيهم فين؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني انت هتضرب لهم طريق يعني في البحر، هيبقى الطريق ده ناشف يبسا يعني ليس فيه ميه. لا تخاف دركا، ما تخاف ان حد يدركك يعني يوصلك، ولا تخش ولا تخاف من اي حاجة، لا تخاف ولا تخش. طريقا هنعلمها بطاها برضو. فايه اللي حصل؟ فاتبعهم فرعون بجنوده. عندنا وجنوده في يونس، يونس فيها واو لاسم السورة يعني فيها واو، فعندنا وجنوده. هنا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم. هنا ولا تخشى فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى. عندنا كان هدف في السورة الصفحة اللي قبلها، هو بيتكلم على الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب هنا ده وما هدى، لما قال لهم انما اهديكم سبيل الرشاد في سورة غافر. يا بني اسرائيل خلاص بقى فرعون انتهى وغرق وانتهى. فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني خلاص غرق هو وجنوده. بس شوف السورة يعني مختصرة جدا،
وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، خلاص العدو بتاعكم مات، من عدوكم وواعدناكم جانب، مفعول به، جانب الطور، دي مضاف إليه، الجانب الأيمن، يبقى الأيمنة منصوبة مثلها، جانب الطور الأيمنة، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، نربطها بطه، عندنا كلوا من طيبات ما، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، في الصور التانية وكده، هنا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هو ربنا عارفهم ان هم يعني يستاهلوا اللعنه دايما دايما، يعصوا كده، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، واني لغفار، سبحان الله، لمن تاب، تاب الاول، خلي بالكم تاب الاول هنا وفي مريم، تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب ففي ناس عملت حاجات لازم تتوب وتتهدى وتعمل صالح، لما اخدوا العجل، طب خدوه امتى؟ لما موسى سابهم. فانت هتربطي هنا بقى، وما اعجلك، دايما برضو لما بتيجي غفور رحيم بتكون الرسول ذكر وراها، يعني في صور كتيره كده بعد غفور رحيم او غفار كده، يعني وراها ذكر، ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فربنا نبأه باللي حصل ولما هو مشي، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، عرفوا مين اللي أضلهم، اسمه السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، سين وسين هنا، قال يا قوم ألم يعدكم، في سورة الأعراف قال بئسما، بئسما هناك الهمزة في سورة الأعراف، هنا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، سألهم سؤال، يعني هو ربنا بيسأله وما أعجلك عن قومك يا موسى، هو كمان بيسأل قومه ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، اربطي الطه بطه، أفطال عليكم العهد، هذه سؤال يعني غبنا عليكم كتير قوي، ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. قالوا له يعني مش بملكنا الكلام حصل، يعني قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم، يعني قالوا لهم دلوقتي الذهب اللي انتوا خدتوه من قوم فرعون والاقباط والحاجات اللي انتوا ورثتوها ديت مش بتاعتكم، فاحسن يعني تعملوا بيها حاجة تعبدوها، فقذفناها رموها، فكذلك ألقى السامري، يعني هو اللي اقترح لهم الاقتراح ده، عمل لهم ايه بقى، سيح الذهب وعملوا عجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، خوار يعني ايه، صوت كده زي اللي بيشخر كده، الهواء يعدي من فتحة، يطلع من الفتحة التانية يفتكروا بيتكلم، له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني كأن موسى نسى إلهه هنا ومشي، شوف الهبل اللي بيعملوه، أفلا يرون ألا يرجع إليهم، خلي بالك تقولي إليهم، عندين الهمزات هنا، غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم، أفطال عليكم، أم أردتم، ها، قالوا ما أخلفنا، هنا أفلا يرون ألا يرجع إليهم، ما تقوليش لهم، ها، إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا، في الأصنام وفي الحاجات دي بيجي الضر الأول، ضرا ولا نفعا، وعلى الشمال في الغالب بيجي الضر الأول، ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هل بيسمعوا كلامه؟ لا، دول عايزين يقتلوه. قالوا لن نبرح، منصوبة بلن، عليه عاكفين، حالهم كده، حتى يرجع، منصوبة إلينا موسى. فهو راح على هارون لأن هو قال له
اصلح ولا تتبع اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما قاموا عملوا كده يعني اول حاجه يروح له هو كان مسؤول في نيابته، يعني ينوب عنه في غيابه. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني. عني العين مفتوحه لان ديت ان لا ان بتنصب الا تتبعني، بس خلي بالك هنا ما فيهاش ياء زي بتاعت في سورة غافر. المؤمن من آل فرعون بيقول تابعوني أهديكم، ما فيهاش ياء. ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هو شده كده بقى من الغيظ. هنا كلمة واحدة ما ينفعش تقفي على الياء، هي كلمة واحدة يا بنا أم، يعني بيحننوا عليه شوية، يعني ما تتنرفزش ده انا اخوك وابن امك. إيه؟ يعني يا بنا ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يعني ما رضاش يعمل مشكلة وانت مش موجود. طيب لا تأخذ خشيت خطبك. قال فما خطبك، ايه قصتك انت التاني يا سامري. طيب عندنا السامري مكررة 3 مرات، ادي السامري هنا السامري هنا وهنا يا سامري. طب يحكي له بقى ايه اللي حصل. قال بصرت بما لم يبصروا به، كأن شاف ملك من الملائكة. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، رسول يعني هنا ملك، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سين قال لمساس ننسفه نسفا وسع. طيب قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لمساس. هو يقول لمساس يعني كان ما يستحمل حد يلمسه، فسبحان الله ربنا يعني عمل فيه مرض ما يستحمل حد يلمسه. هو يقول لمساس ما حد يمسه خالص. وإن لك موعدا لن تخلفه، شايفين الخاء لن تخلفه مش لن تخلفه، لن تخلفه يعني ربنا مش هيخلف ميعاده معاك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، ظلت لم سكن، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ده مش اله، هو ده بيقولوا ده اله موسى، الهكم واله موسى، بيقول لهم انما الهكم، هذا ليس الهكم، الهكم مين؟ الله. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. ما هو اللي قال له ما أعجلك وما أعجلك على عن قومك يا موسى. قال هم أولى على أثر. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما رجع هو عرف بقى أن ربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. ولما قال له على ولقد مننا عليك، يعني حكى له قصص، فهو عرف أن ربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. فكل القصة دي ربنا سبحانه وتعالى كان بيحكيها لمحمد صلى الله عليه وسلم من أول ما قال إن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بعدين حكى له بقى القصة، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. هنتكلم عن القرآن تاني، بدأنا بالقرآن وذكرنا قصة موسى بالتفصيل وبعدين دخلنا على القرآن تاني، برجع لمحمد اللي كان بيحكي له ذكرى. ها هنتكلم على الذكر تاني هنا. القرآن من أعرض عنه يحصل له إيه؟ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لكم. ذكرى هنا عندك، وهي ذكرى في آخر السطر القرآن. ها وزرى يعني ذنب. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة، يحملوا حملة يوم القيامة. عندك كلمة يوم هنا تكررت، بصي شوفي هنا يوم
وهنا يوم وهنا يوم، يوم إذن يوم. في يوم إذن تاني؟ طيب يوم إذن ويوم إذن تاني، يوم إذن. طيب يتخافتون بينهم. ح جيم خ، اربطيها كده عشان ما ممكن اربط بالخا دي، بس انا عايز اربط بدي عشان اربط الايه اللي وراها يعني. ح جيم خ، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وزرا زرقا، الزا والزا اربطيها عشان تفتكري من الخوف والرعب، وهم سود بس زرق يعني. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا. علمي على عوجا دي وعوج اللي تحتها، بتساعد في إنك تفتكري. ولا أمتى يومئذ يتبعون الداعية، لما ينفخ في الصور يتبعوا الداعي اللي هو نفخ في الصور، يمشوا وراه لا عوج له. وخشعت يعني يمشوا للمحشر، وخشعت الأصوات للرحمن. في الصورة هنا بنذكر الرحمن، تحتها الرحمن برضو تساعد في التذكر. فلا تسمع إلا همسة، يعني توشوشه، ما حدش يقدر يرفع صوته اصلا ولا يتكلم لما ربنا يرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. نحن اعلم هنا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عين وعين، اربطي وعنت علم وعنت. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمة، وتحتها ظلمة، علمين مع بعض. طيب ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لازم يكون مؤمن. فلا يخاف، خاب هنا فلا يخاف ينفخوا يتخافتون فلا يخاف يعني لما الخ ظلما ولا هضما. ما تلاقاش في الصور كلها، هي بس عشان ظلما هنا نربطها بظلما هنا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. عندنا في الصفحة 316 ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني آيات مميزة سورة طه. هنا كذلك وهنا وكذلك، التانية اللي تحت واحدة فوق واحدة تحت، بيتكلم على الذكرى اللي هو القرآن. أنزلناه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. في القرآن كله وصرفنا الآيات، هنا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني بيوري لهم أنواع العذاب مختلفة. كل مرة بيتكلم على العذاب بطريقة مختلفة، يعني شوفي سورة إبراهيم مثلا، شوفي الحج مثلا، شوفي كده يعني. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن. من عين وعين، ولا تعجل بالقرآن، هنا بيتكلم على القرآن وهنا بيتكلم على القرآن. من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعجل بالقرآن، عايز يحفظه بسرعة، وجبريل بيمليهوله وبيتلوه عليه عشان لما يمشي جبريل يعلمه للناس. فربنا قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، اصبر لما يخلص وإحنا اللي وقل رب زدني علما. ربنا كان بيحفظه في صدره ويخليه يتلوه يعني. ولقد عهدنا، هناخد العين بس، تعالى تعجل
علما ولقد عهدنا عزما إلى آدم. الصفحة كلها هتكلمنا على آدم هنا. خدي آدم دي هتشوفيها في كل آية، آدم آدم، وبقية الكلام بتوجه له، قال يا آدم. ده بيخدمك جدا وانتي بتتكلمي على المتشابهات هنا. طيب ولقد عهدنا إلى آدم لما ربنا قال له ما يأكل من الشجر يعني من قبله فنسي ولم نجد له عزما. بيحكي لك بقى القصة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طبعا السورة ليست طويلة، فجت أبى بس، وفي البقرة أبى واستكبر وكان من الكافرين. عندنا أبى هنا، وفي أبى في الحجر، وفي استكبر وكان من الكافرين في صاد، يعني توزعت على السور كلها. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، العين عزمة عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. الكلمات هنا ماشية لوحديها، مش محتاجة تثبيت يعني. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجوع والعري والظمأ يعني العطش يعني، ولا تضحى من الضحى يعني الشمس وكده والحر وبتاع، مفيش. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا طه. هي في زيها في الأعراف، بس في كلام أكتر. يخصفان عليهما من ورق الجنة هناك. وناداهما ربهم هنا وعصى آدم، عشان احنا عايزين نجيب كلمة آدم، خلي بالك ده هيخليكي تعرفي تقولي آدم، تجيبي الآية صح إن شاء الله. وعصى آدم فاعل، ربه مفعول به، فغوى، ثم اجتباه ربه فاعل، فتاب عليه وهدى. قال اهبطا، مثنى، طه حرفين مثنى هتلاقيها هنا بس، منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع. في البقرة فمن تبع، مفيش الألف دي هنا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى طبعا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الشين ماشية هنا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الهدى والهداية ديت هي القرآن، الذكر. فهو رب بيقول ربنا ليه انت حشرتني عم اعمى وانا كنت بشوف. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من جنس كذلك وكذلك، فنسيتها وتنسى. وكذلك نجزي من اسرف. فنسيتها وأسرف، تشبهها شوية، سين وسين. ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسرف هاخد الفاء، فنسيتها أسرف أفلم. عندنا شبهها في الأعراف وفي سور أخرى، أولم هنا أفلم، فأنا هربطها كده. فنسيتها أسرف أفلم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم، مفيش هنا من قبلهم، من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هنا قال منها خلقناكم، هنا نقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كلمة وأجل مسمى. فاصبر، دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبر بالفاء على ما يقولون وسبح، ثلاث حاجات. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع، برضو اربطيها طلوع، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هنربط لزاما لزاما ورزق لزاما ورزق ربك خير وأبقى. أبقى ثالث مرة أو رابع مرة، هنا أبقى وهنا أبقى 4 مرات في السورة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى. هنا رزق ربك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني اربطي الرزق الزا مع لزام. شوية الكلمات عايزة تتربط تبقى كويسة الحمد لله. ولا عاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية، لولا هنا وتحتها لولا هنا. طيب واصطبر، احنا دايما بيبقى في واصبر هنا، فاصبر هنا واصطبر. طب الطاقة دي هربطها صراطي السوي. طيب لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هنا من قبله وهنا من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.